النهارده في الدوري المصري الممتاز انبي فاز على الجونه 1-0، هدف سجله مصطفى ديودار في الدقيقه 49، الهدف امام حضراتكم. فوز مهم جدا لانبي يستعيد به عافيته في جدول ترتيب الدوري الممتاز، هدف لمصطفى ديودار في الدقيقه 49. مباراة أيضا كانت مثيرة على مستوى النتيجة، طلائع الجيش وسموحة، مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. محمد دياب تقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 11، ثم تعادل مصطفى البدري لسموحة في الدقيقة 36. بعد كده عبد اللطيف بن كسو سجل الهدف الثاني لسموحه في الدقيقه 48، واخيرا تعادل عمر السعيد لطلائع الجيش في الدقيقه 70. المباراه شهدت طرد مبكر لعلي حمدي لاعب سموحه في الدقيقه 13، واهدار لضربه جزاء عن طريق جونيور اجاييه لصالح سموحه في الدقيقه 15.